شفنا في السنوات الأخيرة ظهور عالم جديد وسباق على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي ظاهرها بيعكس باطنها، ظاهرها بيحمل التواصل والعولمة وتلبية حاجات المجتمع. معدلات الطلاق زادت جدا بنسبة لا تقل عن 50% خلال الخمس سنوات الماضية، وده بسبب شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة السناب شات والإنستجرام والواتساب. جميع أفراد العائلة بيجلسوا معا في غرفة المعيشة، ولكن رؤوسهم منحنية، بيضحكوا ويتفاعلوا كل واحد مع جهازه المحمول، ولا تكاد تسمع إلا صوت ضحكتهم على بعض النكت والمواقف المختلفة اللي بتجري خارج هذه الغرفة اللي بتجمع كل أفراد العائلة، بل ربما كمان خارج حدود البلاد. هذا المشهد أصبح اعتيادي منذ أن أصبحت الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي جزء من يومنا، وعلى الرغم من حسناتها الكتير جدا، إلا أنها أيضا بتؤثر بالسلب على العلاقات الزوجية لدرجة قد تؤدي إلى الانفصال. للأسف طبعا هي تبدو أن هي حاجة لطيفة وبنتواصل مع بعض، لكن بنلاقي أن العيلة كلها موجودة في مكان واحد، لكن في نفس الوقت هم منفصلين، يعني ما فيش حد مركز مع التاني، كله ماسك الجهاز بتاعه قاعد بيتواصل فيه مع صحابه أو أيا كان. وبالطبع يعني مش ممكن نعتبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة دي هي المتهم الرئيسي والمسبب المباشر للانفصال، لكن السلوكيات اللي بيكتسبها الزوج أو الزوجة من كثرة ونوع الاستخدام بتتسبب طبعا بتأجيج المشاكل وبتختلق مشاكل جديدة بيؤدي تراكمها بعد كده لاستحالة الاستمرار بالحياة الزوجية. طبعا للوقوف على أهم الأسباب وعلى أسباب هذه المشكلة وكيفية علاجها، بيسعدنا أن يكون ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو المهندس وليد حجاج، وهو خبير تكنولوجيا الاختراق والملقب بصائد الهاكرز. صباح الورد. أهلا، صباح الخير. أهلا بيك، منورنا. بداية عايزين نبص للمشكلة عالميا، هل احنا بس كشعوب عربية اللي عندنا المشكلة والارتباط اللي بقى كبير جدا بالأجهزة الذكية، ولا المشكلة موجودة في العالم كله، واحنا فين برضو من العالم؟ هو مبدئيا بس في البداية الموضوع ما هوش مقتصر على دولة محددة بعينها، بدليل ان مثلا على سبيل المثال في أمريكا لسه عاملة إحصائية من فترة قريبة، لقيت ان معظم الوفيات اللي بتحصل عندها نتيجة السير نتيجة استخدام الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي. يعني الموضوع بقى عالمي، عولمة فعلا. ربع الحوادث تقريبا. وربع الحوادث دول 70% منهم أثناء السواقة. من الربع دول 70%. عندهمش قانون زينا؟ عندهم، لا على فكرة قوانين صارمة جدا عندهم، بس برضو ما المواطن هو مواطن. هو إدمان، هي حالة من الإدمان. بريطانيا نفسها لقت إن نسبة كبيرة جدا توصل ل 45% من حالات الوفيات سببها الانشغال بالموبايل، سواء أثناء القيادة سواء أثناء المشي حتى، يعني ممكن واحد يتزحلق يقع. بس عندهم تهديد للحياة الأسرية بسبب أكيد. وهنا مش بنتكلم بس عن انفصال يعني بشكل رسمي، أو لكن حتى انفصال ما بين الأب والابن، ما بين الأم والبنت، يعني هل الحالة المجتمعية اللي فيها انفصال وكل واحد عايش في جزيرة مع نفسه، هل دي برضو موجودة ولا ما فيش دراسات بتبين كل ده موجود وفي كل حتة؟ الأهم من كده أن الانفصال بيحصل بجد، وانفصال واحنا عايشين مع بعض. انفصال بجد ازاي؟ ما هو حضرتك النهارده معلش يعني لما هتلاقي جوز حضرتك قاعد طول النهار على الكمبيوتر وشويه وبيكتب كلام كويس ليكي، وشويه انت بتردي عليه، ما هي المشاعر بدات تظهر على الفيسبوك. أيوه. طب ما ده مش بيثير احقاد لناس تانية تتدخل في الموضوع من باب ان هي بتحاول انها تنصحك. ده لو بيحصل اصلا. بالظبط كده. يعني ده لو بيحصل اصلا بالقضيه دي. هقول لحضرتك على حاجه تاني، في حاجات ناس بتكتبها معلومات شخصيه عنها ومعلومات اسريه، دي في حد ذاتها بتثير احقاد لناس، حتى لو انا بكتب عن نفسي مش عن جوزي او عن ابني، اللي هو انا مبسوط قوي. بالظبط كده. انا طالع المكان الفلاني هتفسح، انا لسه مشتري كذا. والصور بقى. والصور بالظبط. كل الحاجات دي، ما دي بتعمل مشاكل. صح. الاهم من كل ده بقى الانفصال اللي جوه الاسره. صح. الابن قاعد ماسك الموبايل، البنت قاعده ماسكه الجهاز التابلت اللي معاها ايا كان ايه هو. طب ايه هنوصل لايه في الاخر؟ اللي بيحصل ده بيحصل في كل عالم. اللي التكنولوجيا، في ناس تقول لا ابعد عن التكنولوجيا، التكنولوجيا مضره. انا ضد جدا الكلام ده، وبعرض الكلام ده بشده، لان ما فيش حاجه لا وحشه في المطلق ولا حلوه في المطلق. لا، زي السكينه ممكن تساعدني في ان انا اطبخ، ان انا اعمل حاجات للبيت، ممكن تقتل بيها بني ادم. لا، فعلى حسب. حاجه اهم بقى دلوقتي، لا يمكن حد هينجح في مجاله بدون استخدام التكنولوجيا طبعا.
مفيش مجال النهارده ما بيعتمدش على التكنولوجيا لانها اقتحمت كل المجالات. صحيح. حضرتك في الميديا محتاجه التكنولوجيا، طب محتاج تكنولوجيا، اي مجال محتاج تكنولوجيا. المشكله الافراط بقى في استخدامها، يعني المشكله ان برضه المشكله مش في الافراط. امال انا هقول لحضرتك المشكله في ايه، لان النهارده حضرتك شغاله في مجال الميديا، طب ما هو طبيعي انك تبقى قاعده على الانترنت وبتتابعي اخبار الميديا 24 ساعه. طبعا. وبتتابعي كل اللي بيحصل في العالم، لان ده طبيعه شغلك. غير لما يكون انا قاعد على الميديا ما بعملش اي حاجه، او قاعد بتفرج على الناس وبحط كلام ملوش علاقه باي حاجه. أيوة. حسب طبيعه شغلي. النوعيه بقى، يعني هنا بنتكلم عن نوعيه الاستخدام. بالظبط. انا نوعيه طبيعه شغلي بتعتمد على تسويق، هعتمد على الانترنت. المشكله فين؟ المشكله عدم الدرايه بالاستخدام الصح للانترنت والاستخدام الامن للانترنت. طب تقول ايه على النقطتين دول؟ والله انا بقالي كتير بقول، مش النهارده بس، انا بطالب اي حد انه يبقى في منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي. طيب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، في الكتب بتاعة الأطفال أول حاجة بيدرسوها في الكمبيوتنج، أول ما بيبدأوا يدرسوا عالم الكمبيوتر أول حاجة بيدرسوها الأخلاقيات الخاصة باستخدام الجهاز ده واستخدام الإنترنت. تمام. بس على الرغم من كده الولاد دول لما بيكبروا شوية بنلاقي ان هو مفيش اي استجابه، هم عارفين القواعد دي وحافظينها كويس جدا، بس مفيش استجابه لكل المغريات. المغريات. بص حضرتك، في اتجاه عالمي مش في مصر بس، حاجه اسمها الادمان او الادكشن. ازاي اخلي حضرتك تعملي اللي انا عايزه ويبقى نابع من جواكي وانت بتعمليه بمحض ارادتك ومش حاسه ان انا اللي بجبرك انك تعمليه، ومفيش تانيب ضمير خالص. القصه في ايه؟ انا النهارده ازاي اربط الناس بحاجه زي برنامج او ويب سايت او موقع اسمه فيسبوك، احسسك بالسعاده. انت النهارده احساس السعاده ده العلمي، لما حد بيحس بسعاده في هرمونات وحاجات بتفرز في المخ بتعمل الاحساس بالسعاده. لما بتعملي انت خبر او بتحطي كومنت او بتعملي اي حاجه وحد بيعمل لك لايك او شير، ده بيعمل لك نوع من انواع ان انت مهم وفكرك بيتنقل للناس، احساس بالسعاده. صحيح. شعور بالسعاده. فده مع الوقت بتبقي انت عماله تحطي اخبار كتير عشان عايزه ناس تعمل لك لايك. هل من ضمنها الوان اللاي اوت؟ يعني الازرق دايما معروف ان هو من الحاجات المفرحه واللي أكيد. بتهدي النفسيه. أكيد. فهم عاملينه حتى ازرق في ابيض، يعني التصميم نفسه. حضرتك يعني ممكن تاخدي بالك تلاقي مثلا اكبر شركه في مجال البرمجه على مستوى العالم بتعتمد في اللوجو بتاعها وفي الوانها من يوم ما نزل الاوبريتنج سيستم بتاع النهارده على اللون الازرق. حطوا معاه الوان تانية بس بتعتمد على اللون الازرق. صحيح. لانه مريح للعين. ايوه بالظبط. القصه الناس دي مش بتهزر، دارسه كل حاجه. في ناس بتستغرب هو ايه اهميه الفيسبوك قوي ان هو يوصل للمرحله دي. الفيسبوك بدا بفكره صغيره ان واحد عمل مشروع زي ما حضرتك عارفه، والمشروع ده اصحابه بداوا يتواصلوا معاه عليه وبدا يسمع وبدا يشتغل، بدات الناس تاخده كفكره يمكن استخدامها في الدعايه والاعلان. هو كان اصلا عايز يتواصل مع صحابه اساسا. تمام. مش قصده حاجه خالص يعني. حلو قوي. فكرته الاساسيه كانت كده. وصل لفين بقى دلوقتي؟ وصل ان هو اداه مهمه. القصه في الفيسبوك مش اعلاناته بس، عشان في ناس متخيله ان قيمه الفيسبوك قيمه الاعلانات اللي عليه. لا، هي ليها دور كمان في تفجير ما يسمى بالثورات العربيه او الربيع العربي دي. ده نتيجه. نتيجة. ده نتيجة. نتيجة اللي أنا عايز أقوله. نتيجة لإيه؟ حضرتك إيه أغلى حاجة موجودة على مستوى الكون دلوقتي لا تقدر بثمن؟ إيه؟ المعلومات. المعلومات. أيوة. جميل قوي. النهاردة المعلومات اللي حضرتك بتحطيها على موقع التواصل ده حد بيجبرك إنك بتحطيها؟ بتحطيها بمحض إرادتك. وممكن تكون بتفتي بقى وبتقول حاجات مضللة للصبح. ده مش مشكلة. بس في نفس بس الوقت بتقولي القاعدة. واقع يعني اللي بتجسدي حالة. لا، بتجسدي حالة بلد وواقع شعب ومشاكل إحنا عايشينها. فأي حد من بره يقدر يقراك. لا، هو مش اي حد من بره يقدر يقراه ويقرا ظروف البلد من خلال الناس. الموضوع اكبر من كده حضرتك. الموضوع ان في وحده موجوده تابعه لجيش امان الاسرائيلي، الوحده اسمها حتساف. بتشتغل على الاوبن ريسورس او المصادر المفتوحه. طيب حضرتك كده بقى بتاخدنا للتخصص الاساسي بتاعك، يعني يمكن احنا بنقول خبير بتكنولوجيا المعلومات، ولكن انا بالنسبه لي اول مره اسمع خبير بتكنولوجيا الاختراق والملقب بصائد الهاكرز. فعايزين نعرف ايه الحدوته دي، يعني ايه؟ هقول لحضرتك الحدوته دي بدات ان انا من كتر الضحايا اللي بتجيلي كل يوم في قصه انا تم النصب عليا، انا بيتم ابتزازي، ففكرت ان اعمل نوع من انواع التوعيه على مجال شركتي. عملت التوعيه فنجح الموضوع، وصل بعد كده لسيد الصاوي، سيد الصاوي وصل للتلفزيون، بقالي في الموضوع ده تقريبا سنه ونص او سنتين. بطلع في الميديا بوعي الناس. وكل الهدف الرئيسي ان الناس تعرف ازاي تستخدم التكنولوجيا، ومش الناس اللي هي المتعلمه، لا، انا بتكلم بالعربي، ما بقولش مصطلحات. بتكلم باللغه بتاعت الناس العاديه، عم احمد وعم محمد، العاميه بتاعتنا بتاعت الشارع، اللي هو شايل موبايل بدوسه زرار ممكن يودي نفسه في داهيه وهو ما يعرفش الكلام ده، او يقع تحت طائله القانون وهو ما يعرفش. ايه اللي ياخدوا بالهم منه وايه المحظورات؟
المحظورات دي هنقولها بس في الاخر، لانها انا في النهارده حاجتين اكسكلوسيف بقى كده حصري. أيوة او لا حاجه هتفرح الناس جدا جدا جدا، وحاجه بخصوص النقطه اللي حضرتك قلتيها. بس دي هنخليها في الاخر عشان الناس ايه تتبسط اخر الحوار. اللي انا عايز اوصله لحضرتك معلومه، ان انا كل الهدف اللي انا بسعى له في الفتره الحاليه ان الناس تلاقي حته مرجع ترجع له قبل حدوث الكارثه. طبعا النهارده اول حاجه بتحصل لما تحصل مشكله يقول لك هروح شرطه مباحث الانترنت. بالظبط. طيب الناس دي هتلاحق على كم الكوارث ده ازاي؟ ايوه انا لو قدرت امنع بان انا عرفت الناس ازاي تستخدم التكنولوجيا بشكل امن، هقلل عدد الناس اللي بيحصل عندها حالات اختراقات او طبعا. حالات استغلال او ابتزاز، وبالتالي الناس اللي شغاله في الجهات دي هتقدر تساعد العدد القليل ده. طب ما هو العدد ده او الناس اللي بيحصل معاهم الشكل ده من اشكال النصب، ما هم اللي بيستجيبوا، يعني بيبقى في لا في ناس ضحايا. لا لا لا، طب انا اقول لحضرتك على حاجه، في استجابه ليها وبقى في تفاعل معاها. طب بيبقوا وفي الاخر زي. بيبقى بيلاقوا ان الموضوع كله نصب وهم دخلوا في لا لا لا، في حاجات بتبقى بمزاجه وفي حاجات بتبقى خدعه او تركايه. يعني الناس متخيله ان دايما هيتم استغلالك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لا مش دايما. انت ممكن يتم استغلالك وانت ما بتعمليش حاجه غلط وانت ماشيه صح. طب ازاي؟ ازاي؟ حضرتك النهارده مش وارد قوي ان تلاقي حد بعت لك لينك بنوع معين من انواع الحاجات، شميز بتاع اي حاجه كده تشتريها فتخش على الموقع تعجبك. لا لا لا، مش هيطلع فيروس، وهتخش وهتشتريها والحاجه هتجيلك وهتستلميها. تمام. وهتدفعها بالكريدت كارد ومفيش اي مشكله. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ لا. هيتم استخدام بعد كده الكريدت كارد او رقمه من مين؟ من نفس الشركه اللي هي بعتت لي. لا يا ريت يا ريت. المشكله كلها باختصار ان حضرتك اعتمدتي على شخص غير اهل للثقه. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الشخص اللي عامل الموقع بتاع الشركه دي عنده ثغره في الموقع وهو لا يعلمها كمان. الثغره دي تتيح لشخص اخر انه يخش يسحب بيانات كل المتعاملين على هذا الموقع. عشان كده كان في فتره من الفترات كل اللي بيرجع من الفار ايست كان بيغيروا على طول، البنوك تكلم الشخص وتغير له الكريدت كارد بتاعه، تغير رقمه. ده حاجه تانية. لا دي حاجه تانية. حاجه تانية. لان برضه في اكستراپوليشن. اكستراپوليشن، عارف الافلام الاجنبي اللي بنشوفها يجيبوا واحد ويعملوا منه خمسه استنساخ؟ ايوه هي دي فكره. هل علشان كده من ضمن البوليسي بتاعت الفيسبوك ان الصفحات اللي بتبيع المنتجات المقلده بيقفلوها؟ هل ده من الاسباب؟ مش شرط يكون هو ده احد الاسباب، بس مش السبب الرئيسي. مش السبب الرئيسي. لا لا لا، هي بوليسي ان هم ما يبيعوش حاجات مقلده عشان حمايه للماركات العالميه، لان بتتضرر من الريبليكا اللي بيتعمل لها. لكن هي القصه اللي انا بوصلها لحضرتك، انت ممكن تبقي ماشيه مظبوط وما عملتيش حاجه غلط وتفوجئي ان انت حصل سحب على الكارت بتاعك انت عملتي. طب هنا التعامل يكون ازاي؟ التعامل مبدئيا بيبقى عن طريق البنك، ان انت بتعملي حاجه اسمها ديسبيوت او رفض، وبتوقفي الكارت طبعا في ساعتها. ليها اجراءات وفي بعض الحالات بيرجع فيها الفلوس، حالات كتير يعني بيرجع فيها فلوسك. بس هي النقطه في ايه؟ ده يرجعنا لنقطه ثقافه الامن المعلوماتي. انا لو قدرت اعرف الموقع اللي انا بتعامل عليه ده اصلا هو امن ولا مش امن على الاقل بنسبه 70 80%، هقدر اتعامل معاه بشكل كويس واتعامل معاه وانا مطمن. مش اي موقع يجي لي عليه حاجه بسعر رخيص اخش واشتريه. طيب احنا هنستاذن حضرتك وهنستاذن مشاهدينا في ان احنا نطلع فاصل، علشان لما هنرجع هنستقبل ضيفتنا اللي هتشرفنا بعد الفاصل وتنضم لينا في هذا الحوار، الاستاذه ليلى الجوهري مستشار نفسي واسري. خليكم معانا، نرجع لكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مرة تانية بنكمل معاكم موضوعنا اللي بدأناه، وهو عن العالم الجديد اللي احنا عايشين فيه من سنوات. عالم زي الرملة الناعمة بتسحبنا شوية شوية لدرجة ان احنا انغمسنا فيه تماما. الأسرة كلها بتكون قاعدة في نفس المكان، لكن كل واحد عايش في العالم الخاص بيه من خلال جهازه، لو كنا بنتكلم عن موبايل أو عن تابلت. ف يعني احنا شايفين كلنا ان ده بدأ يبقى تهديد لينا، لروابطنا المباشرة، لروابط الأسرة والعيلة. بنكمل معاكم موضوعنا، واسمحوا لنا نشرف بضيفتنا، نرحب بضيفتنا المنورانا دلوقتي، انضمت لينا أستاذة ليلى الجوهري المستشار النفسي والأسري. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي منورانا، وصباح الورد. أهلا بيكي. زي ما كنا بنقول، يمكن أن كلنا بنبقى قاعدين مع بعض في نفس المكان، لكن كل واحد بقى عايش في العالم بتاعه. يمكن الكبار شوية بيبقى عندهم كنترول على التعامل مع الأجهزة، لكن بنلاقي أن الأطفال دخلوا تماما في العالم ده، لدرجة ان هم حتى ما بقوش يلعبوا، يعني حتى ما بقاش في الألعاب التقليدية، كل ألعابهم بقت مرتبطة بالألعاب الإلكترونية. ده خطر ولا ده طبيعي؟ شوفي، هو كل حاجة لما بتستخدميها بقدر متوسط بتقدري تأمني المخاطر بتاعتها. أي حاجة فيها إفراط بتبقى ليها سلبيات أكتر من الإيجابيات بتاعتها، خلاص. فلما بيبقى في توحد من الطفل
وهو قاعد كده معاكي في البيت وانت مش حاسه بيه خالص، مش موجود معاكي، ده بتبقى مسؤوليه الام ان هي تشد الطفل معاها شويه ان هو يسيب السوشيال ميديا اللي في ايده. بالعكس، ده في امهات بتبقى مبسوطه قوي ان هي مش حاسه بابنها وهو قاعد جنبها، بدل ما يزن بدل ما يزن على حاجه عايزها. ما هي دي نقطه انا لسه كنت هقول لك عليها برضو، ان الام بتستسهل ان النت يبقى ام بديله بالنسبه لها. ايوه صح. يعني حتى من اخطر الحاجات اللي كلنا بقينا بنعملها دلوقتي، من غير ما تحسي كده لو ركزتي شويه، من غير ما تحسي كده لو ركزت، 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 من غير ما تحسي كده لو ركزت. نفسي وصله ما بينك وما بين ابنك او بنتك. مش عايزين نرجع الرابط ده خالص، مش عايزين كويس. المفروض ان انت بالنسبه له كنت بتبقي مصدر المعلومات اللي هي بتبقى موثوق منها. ايوه، مامي عارفه كل حاجه، مامي عارفه كل حاجه، ودي برضو نقطه مش حلوه ان تطلعي قدام ابنك او بنتك مفهماه ان انت عارفه كل حاجه وانت المثل الاعلى، واول غلطه بيكتشفها المثل الاعلى ده بيتهد قدامه. طبعا احنا عايزين بس نستاذن حضرتك ونقول لمشاهدينا انه يعني عاجل، الان خلاص وصل الرئيس الصيني الى قصر القبه، فطبعا احنا حابين نقول لمشاهدينا ان هو وصل الان. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي بدأت المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الصيني بقصر الرئاسة. طبعا اكيد هنتابع مع حضراتكم التفاصيل الخاصة باستقبال الرئيس الصيني وجلسة المحادثات التي ستتم، جلسة القمة، وده هيكون في نشرتنا الإخبارية. طبعا احنا عايزين نقول برضو يا إيمان ان دي الزيارة الاولى لي منذ 12 سنة اللي هو الرئيس الصيني الى مصر، فحبينا بس نوضح اخر التطورات. نرجع طبعا لضيوفنا مرة تانية. استاذة ليلى، يعني الباشمهندس وليد كان بيتكلم في نقطة مهمة قوي من الحاجات برضو او المشاكل اللي بتحصل على الفيس بوك، هو ان ممكن يجي لك لينك في الانبوكس مثلا بيعرض عليكي ملابس او ميك اب او بعد ما بتدخلي وبتوصلك الحاجه لحد البيت والكريدت كارد بتحصل مشكله وبيطلع انه في عمليه نصب اعتقد. بس هي مش مقصود ان هي حاجه مقصوده، لان لا الموقع هو عامل كده قاصد، بيحصل اختراق للموقع بالظبط كده. فده اللي انا دي النقطه اللي بتكلم فيها، انا لا بقول ان الشخص اللي عمل كده ده هو قاصد يعمل، يعني الموقع اللي عمل كده اللي بيبيع ده هو قاصد، ولا ان هو مرتبها. هل حضرتك تعرضتي للموقف زي ده قبل كده انه تسحب حاجه من الكريدت كارد بتاعتك وانت بتشتريها، او تعرضتي لاي شكل من اشكال النصب على فيسبوك او غيرها من المواقع؟ الياهو بتاعي، بص، من اوحش الحاجات اللي كلنا افتكرناها وعدم الوعي التكنولوجي، انا بسميه اميه تكنولوجيه. ان انت تبقي فاكره ان حاجتك اللي انت مش خايفه تسيبيها على التليفون ومش عايزه حد يشوفها، لو انت في شغل وممكن موبايلك يبقى في ايد اي حد، لما تسيبيها على الايميل دي قمه الامان السريه. وبعدين تفوجئي ان حد سرق الايميل بتاع حد من اصحابك وبيكلمك من عليه وبيقول لك ان هو يقدر يغير لك الباسورد بتاعتك ويبعت لك صورك اللي انت سايباها على الايميل. طب دي ايه دي بقى يا باشمهندس؟ دي هو ده اللي انا بقول عليه، قله المعلومات اللي الناس تعرفها عن التكنولوجيا. كل دي خدع، يعني تكاد تكون في مجملها خدع تافهه جدا وبسيطه جدا، واي حد ممكن يعرفها حركة واحدة. بس للأسف الناس ما بتاخدش بالها. بص حضرتك، اللينك اللي بيجيلك ده في الرابط أو عامة أي حاجة بتجيلك دايما بتبصي على الظاهر ما بتبصيش على الباطن. بمعنى وارد جدا أن ما يكونش عندك حتى إيميل ولا عندك فيسبوك ويتم اختراقك عن طريق الموبايل، وارد أن ما يكونش عندك أكاونت فيسبوك وتلاقي صور ليكي من على تليفونك مش محطوطة على الإنترنت مع حد وبيقايدك عليها. ده إزاي برضه؟ ده إزاي؟ حضرتك أكيد بيجيلك إيميل. وارد جدا أن يجيلك إيميل من مكان وبيدعي ان هو بنك او ان هو لا جهه. لا احنا بنتكلم، خلينا بقى واحده واحده، احنا عايزين في حاله ان مفيش ايميل وهو هيدخل على الموبايل. ينفع. ازاي هو الموبايل بقى مش عالي. ياخد صوري ويبتزك بيها على لحضرتك على ازاي بقى، ودي بقى خدعه بقت منتشره دلوقتي. هو حضرتك متخيله ان البرامج اللي محطوطه على الجوجل بلاي والاب ستور دي حاجات كلها تراستد، حاجات كلها معتمده 100%؟ لا، ده ابل بالذات معروف ان هي بروتكتد بشكل، يعني بنسبه، ما فيش حاجه اسمها سيكيورتي 100% فعلا، بنسبه كبيره اعلى من الحاجات الاخرى بس مش 100%.
حضرتك النهارده لو جيتي عملتي بروجرام انت كشخص بروجرامر وعملتي بروجرام وحطيتيه على الابل ستور او على اي مكان وحد اشتراه، مع الوقت والشكاوي ونكتشف تكتشف المكان ده ان البرنامج فيه مشكله بيشيلوه وبيحذفوه، بس بيكون جاب له كام ضحيه بعد ما تكون حصلت مشكله فعلا مشاكل عشان يشيلوه. فاللي انا اقصده ان لو حضرتك البنت او ابنك او اي حد او حضرتك شخصيا حملتي اي ابلكيشن وانت مش عارفه البرنامج ده بيعمل ايه ولا ايه اللي بيحصل، ما هو ممكن انا شخصيا لو انا وحش هعمل برنامج واحط جواه حاجه تخليني اخد كنترول على تليفوني. بمجرد ما الابلكيشن ده هينزل هقدر افتح الجي بي اس، هقدر افتح اي حاجه جوه التليفون واتعامل عليه كان التليفون موجود فيه. اللي بيعمل ده بيبقى عارف الشخص نفسه، بيبقى بيستهدف الشخص ده مش دايما. ولا بتيجي معاه بشكل عشوائي؟ في منها كده وفي منها كده، يعني حضرتك لو حد اعلامي مهم، لو حد سياسي بيبقى مستهدف، فطبيعي ان هو يتوقع ان ده ممكن يحصل معاه بقصد ان هو غير ان في ناس بتستهدف من هو عنده المقدره للدفع. ما انا مش هروح استهدف واحد ما يهموش سمعته. يعني واحد مش معروف هتفرق معاه ايه؟ وما يهمش حد، دي حاجة. ده بالعكس ده هيبقى مبسوط انه هيتشهر بالظبط كده. بلس بقى حسب نوع الفضيحه اللي هو بيعملها له، ما في واحد بيعمل فضيحه عاديه وفي واحد بيعمل فضيحه كبيره، فهي المواضيع بتختلف. اللي انا اقصده الناس عندها ثقافه ان مواقع التواصل والتكنولوجيا لا هو سوء استخدام. يعني انا متفق تماما، هو سوء استخدام وعدم درايه. حضرتك بتتعاملي مع التكنولوجيا زي ما بتتعاملي مع عربيتك بتسوقي، لا تعرفي الموتور في ايه ولا ايه التعامل السليم معاه ولو حصلت مشكله تعالجيها ازاي. طب مشكله الاستاذه ليلى بقى اللي هي تعرضت لها دي يعني ممكن تتحل ازاي بخبره حضرتك او تخصصك؟ بصي حضرتك، هو مبدئيا ما ينفعش حد يسيب الحاجه بتاعته في اي مكان على الانترنت. امال ايه انه حطها فين؟ حضرتك جايبه خزنه قفلاها ب 10 اقفال وحطاها على باب العماره، هي خزنه ومقفوله بس في الشارع. طب امال نعمل ايه؟ طيب في الصور بالذات الصور في ميموري يعني في ننقلها على فلاشه ونطلعها بره الانترنت. يعني ايه بره الانترنت؟ اللي هو الهارد اكسترنال اللي بنجيبه ده. على اي حاجه خارجيه ما هيش متصله بالانترنت. حضرتك من سنه ونص او سنتين تم اختراق شركه ابل نفسها. طيب اسمح لنا بس ننوه على ان احنا اللقطات اللي احنا شايفينها على الهواء مباشره الان، الرئيس السيسي بيستقبل الرئيس الصيني بقصر القبه والمراسم الرسميه ما زالت تجري وفي انتظار عزف الموسيقى الوطني للبلدين. حرس الشرف سلام جمهوريه الصين الشعبيه، سلام سلام. Thank you.
الاطلاع على ما تم خلال هذه الزيارة وهذه القمة اللي بتكتسب أهميتها من إن هي الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط، ومصر بتحظى بالجانب الأكبر من هذه الزيارة. طبعا الملف الاقتصادي والتجاري هو على أولويات هذا اللقاء. بنعود مرة أخرى طبعا لضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، والموضوع اللي كنا بنتناقش فيه الأستاذة ليلى الجهري وهي مستشار نفسي وأسري، والمهندس وليد حجاج خبير تكنولوجيا الاختراق والملقب بصائد الهاكرز. عايز أبدأ بأستاذة ليلى، يمكن كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وكان من المواضيع الشائكة واللي زادت بوضوح في الخمس سنين الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي من أسباب ارتفاع نسب الطلاق في الأسر المصرية. فحضرتك تعليق إيه على هذا الموضوع؟ بصي، هو الفجوة اللي حصلت ما بين الزوجين صعبة قوي، وكرهت ستات كتير قوي في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الانترنت. والفجوة الأكبر بقى اللي بتحصل بين الشباب حديثي الزواج دلوقتي، إن هي بتبقى شاطرة زيها زي وعارفة تتابع الأمور على النت، لازم الباسورد بتاعته تبقى معها والعكس صحيح، ونتابع بعض ونبقى فبقى كل... في مشاكل ما كانتش موجودة قبل كده، يعني كان في المشاكل التقليدية العادية بتاعت الروتين اليومي للحياة، لكن ده كمان استحدث مشاكل تانية ما كانتش موجودة عندنا. أنا لسه هقولك بقى، كل لايك بيعمله الزوج على أي صورة جديدة، كل كومنت بيعمله لأي واحدة، مجاملة أو مش مجاملة، بيهز ثقتك في نفسك، وبالتالي أنت بتبتدي تتابعي كمية اللايكات اللي هو بيعملها، تخشي على الاكتيفيتي لوك تجيبي هو ضاف مين اللي بعت له، مين هو بيطلع لك اصلا في نيوز فيد، يعني في وشك حتى كده، لو هو عمل لايك حد عمل قلت خبره في مجال التكنولوجيا، ما هو ممكن يعمل اللي هو عايزه ومحدش يعرف يجيب اللي هو ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ارجوك عشان بس ايه نهدي نفوس. حتى لو قفل دي في نيوز فيد هي برضو بتجيبها من الاكتيفيتي، يعني دي معلومات بسيطه بالنسبه للازواج. في حاجه تانية اخطر وفظيعه، ودي كانت بتعمل مشاكل بين اتنين بطريقه غير طبيعيه. الاتنين بيحبوا بعض بطريقه مش ممكن، وبينهم كميه مشاكل رهيبه. ايه اساس المشكله بقى؟ ان الاتنين عاملين على جوجل ماب اكاونتات وضايفين بعض، خلاص لو هو اتحرك في حته وما قالهاش ان هو اتحرك راح في الحته دي، يبقى هو كده لا وبكلمه في التليفون وما بيردش، يبقى هو كده مع واحده تانية. دب بتروح حاطه نفسها في العربيه في المكان ونازله. والله يعني مش عايزه اقول لك، مره من المرات خدتني معاها ده بيحصل فعلا، ونزلت يعني في النقطه ده في الحياه، النقطه هي لا لا في النقطه هي، انت متخيله بقى تقول لي ايه النقطه هي؟ لفي بسرعه اجري. قلت لها لا، ده كده توتر عصبي صح، وانت كده الموضوع مرضي بقى، مرضي، وبتعملي لنفسك مشكله، انتوا مش لاحقين تلاقوا وقت تحبوا بعض من كتر ما انتوا بتتابعوا بعض وبتتابعي المشاكل وكتر العيوب اللي بتبين. بصي في بس حاجات بس اقول حضرتك على حاجه هنا بقى، يعني الموضوع ده ممكن يحصل لو في وسائل تواصل اجتماعي او ما فيش، يعني لو في شك ولو في عدم ثقه خلاص، لو في مواقع تواصل اجتماعي بس الشبكات بتسهل بقى وبتسرع وفي سرعه وفي سرعه انترنت وفي قله خبره. ما انا ممكن ابقى قاعد معاكم هنا ودلوقتي مكتوب ان انا موجود في الاقصر. طب دي ازاي بقى؟ احنا طبعا مش بنساعد على ان يبقى في خيانات، ولكن عايزين برضو كل واحد يحافظ على حته البرايفسي. عشان كده انا بقول لحضرتك ان كل حاجه بيتم التلاعب فيها، وقله الخبره وان الناس مش عارفه، دي مشكله كبيره. طب جدا. طب تساعدنا ازاي؟ عايزين نقلل نسب الطلاق. طيب تكنولوجيا مفيش مشكله يعني تقول ايه تكنولوجيا للمشاهدين؟ بص حضرتك، مبدئيا محدش يثق في اي حاجه بتجيله عن طريق الانترنت ويتعامل معاها على ان هي حقيقه مغمض العينين، على ان دي حاجه مسلم بيها ودي تمام. أي. الخدع بتبقى كلها ان انا ببعت لك حاجه في شكل كويس زي حصان طرواده كده وجواها حاجه مش كويسه. دي نمره واحد. نمره اتنين، بلاش نقول كل حاجه بنعملها في حياتنا على الانترنت عامة، لان ده بتدي معلومات. هو انا اي حد بيجي لي بيتي بطلع له البومات صور افرجه عليها؟ ايه فكره ان انا احط الصور على بتاعتي كلها على الانترنت؟ يقول لي لا اصل انا عاملها برايفت. ايوه لا ده في حاجه اهم بقى. طب الصور، يقول لي لا انا عاملها ان ناس معينه تشوفها. ده لو انا بره الحساب. طب لو انا بقى جوه الحساب هشوفها كلها؟ صح كده؟ حضرتك عاملاها برايفت ان اللي يشوفوها بس افراد الاسره، ده عشان حضرتك اللي فاتحه الحساب وانا بره الحساب. الا لو انا حتى صور مش فارق معايا ان هي تنزل على جوجل. بالظبط كده، بالظبط كده، دي ما فيهاش مشكله خالص. يعني انت في الاخر شخصيه عامه لما تبقى مع صحابك بالزبط في شغلك عادي. المشكله بتحصل في لو صور عائليه او صور شخصيه هنا، وما تسيبيهاش على تليفونك، وما تبيعيش تليفونك الا بعد عمل اجراءات معينه. صح،
صح. عشان ما يتعملش ريكفري. مش مجرد ان انت تمسح بس الصور. لا 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 لا, لا 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 خالص. ده حضرتك كل ده بيقدر يعني في برامج شغلتها ان هي مش معموله طبعا عشان الناس تستغلها استغلال سيء. هي معموله عشان لو حصل وداتا مهمه راحت من على التليفون تقدر ترجعيها. في ناس بتستغلها وتجيب الداتا بتاعتك من على التليفون وصورك وحاجاتك الشخصيه. ايوه. ففي حاجات كتيرة جدا وحاجات مهمة جدا لازم الناس تبتدي تعرفها وتتعامل معها لان مفيش حد دلوقتي بعيد عن استخدام التكنولوجيا ومجبر عليها. الاهم من كده من هو يعمل في جهة او مؤسسة ممكن يكون هو السبب في ان المؤسسة دي يتم اختراق بعدم علمه ودرايته. هو شايف ان هو بني ادم ودي بقى حتة نفسية اعتقد مستشارة لا ممكن تتكلم فيها. هو شايف ان هو بني ادم في مكان ملوش سلطة ولا ذو اهمية. ايه المشكله اما اعمل كذا على التليفون او على الكمبيوتر وانا جوه على الانترنت او على الشبكه الداخليه؟ مين اللي هيستهدفني؟ انا مش حد مهم. اختراق كل الشركه هيتم استغلاله علشان هو مش شايف ان هو حد مهم ويتم الوصول منه لحد تاني مهم. اما هيروح له الهاكر ده هيروح له في شخصيه الشخص اللي مش مهم اللي من جوه المؤسسه. يبقى الرساله بقى محدش يستقل بنفسه. بالظبط كده. انت بتفرق. بالظبط كده. اوعى تشوف نفسك. الحاجه بقى الثانيه ان احنا محتاجين فعلا بجد ان يتعمل حاجه في مصر. الحاجه دي انا في ناس بداوا باحثين بيشتغلوا فيها ان يبقى في جهه او في مؤسسه كل شغلتها تدريب من هم في جهات حكوميه وتدريب من هم في الشرطه وفي الجيش ازاي يستعمل التكنولوجيا استخدام امن. لان هو بيتم استهداف الناس برضو في الاماكن الحساسه دي باستخدام التكنولوجيا. بس الجهات اللي بتدرب دي لازم تكون يعني مطلعه جدا لان دايما بالظبط يعني دايما الهاكرز بيبقى عندهم طرق جديده وعندهم افكار جديده فلازم يكون هو متطور حتى اكتر منه. بص حضرتك هي الموضوع اكتساب خبره بس. يعني حضرتك لو عرفتي اربع خمس طرق اكيد لو في طريقه جديده هتبقى مستحدثه من الطرق القديمه او قريبه منها. أيوة. انا النهارده هل يمكن اختراقي؟ هل انتوا تتصوروا انه يمكن اختراقي؟ اه يمكن اختراقي. حتى وانت صائد الهاكرز؟ عادي. ازاي؟ مفيش حاجه اسمها 100% سكيورتي مهما عملت سكيورتي 100%. مفيش حاجه اسمها ابسوليوت فاليو في الدنيا كلها. أيوة. النقطه ايه؟ بريكوشن. انا مش اي حاجه بتجيلي حتى لو جالي من حد موثوق فيه ان انا افتحها على طول. طب امال تعمل ايه؟ تكلمه شخصيا مثلا؟ ده حل. ده احد الحلول السهله جدا. الحل الثاني بعت لي ايميل وفي لينك وبيقول لي خش الحاجه اللي طلبتها مني هنا. اقرب الماوس من على اللينك من غير ما افتحه اشوف الماوس لما يقرب من على اللينك هيكتب لي. يعني مثلا لسه جاي لي ايميل اول امبارح من شركه بتاعت سوفت وير كبيره جدا في العالم كله وانا ليا اكونت عندهم وبتقول لي فيريفاي الاكونت بتاعك عشان انت بقالك فتره ما عملتش لوجن. وانا فعلا بقالي فتره ما عملتش لوجن. فقبل ما ادوس على اللينك وجاي من الايميل بتاعه رحت مقرب الماوس فكتب لي فوقيه حاجات ملهاش علاقة بالموقع الأصلي بتاع الشركة. فخلاص مفتحوه. طب أنا أعرف منين إن الحاجات دي ملهاش علاقة بالموقع الأصلي؟ يعني النهاردة حضرتك لما أقولك مثلا إن الموقع اللي أنت عاملة فيه البنك بتاع حضرتك اسمه XYZ ده البنك بتاعك. لما تلاقي إيميل جايلك من إيميل البنك وبيقولك خش على الإنترنت بنك بتاعنا على حسابك وأكدي بياناتك وتلاقي اللينك ده مكتوب فيه عنوان تاني مش XYZ اللي أنت تعرفيه. لما تكون شركه المحمول ده بيحصل بتاعتك بيحصل بان انت بتجيب البراوز الماوس على الايميل السهم على الايميل على كلمه كليك هير. هو بيحطها لك مستخبيه في كلمه كليك هير. يعني انت لما بتقف عند كليك هير بيطلع لك اوريدي معلومات بيطلع لك حته فوق كده اهوت هايلايت. استني بس اربع خمس ثواني اللينك بتاع الموضوع دي مهمه قوي المعلومه دي لان دي حاجه بسيطه باله. احنا كنا بندخل على كليك على طول وكليك طبعا. في بقى حاجه جديده بقى استحدثت دلوقتي ان انا ممكن اظهر لك كمان في الحته دي اللينك بتاع البنك واما تدوسي يوديكي في حته ثانيه. بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا تشفير. حضرتك فتحتي لينك البنك اللي هو اكس واي زد اوكي انا عايزه يظهر لك اكس واي زد وبس. في نفس الوقت لما تدوسي عليه يوديك على 1 2 3. طب المواقع طب وانت تعرف كده ازاي؟ ما انت خلاص انا هقول لحضرتك بقى. لا ما هو قبل ما تفتحيه فبخش على برامج معينه اقول له شفر لي ال 1 2 3 دي وطلعها لي حروف وارقام اخدها احطها بعد الاكس واي زد. فانت لما تشوفي اول حاجه اكس واي زد تتخيلي انه سليم عمليا علشان نقدر نعمل ده في كل لينك بنفتحه. يعني خطوات كتير. بصي حضرتك في حاجات معينه هتهتمي انك تعملي فيها كده. لما يكون ايميل جاي لك من على حساب بنك لازم تبصي جاي لك حاجه ليها علاقه بمعاملات مهمه بصي. لو عندك بقى كمان خط تاني للدفاع وحاجات محطوطه على الكمبيوتر تحميكي ما هي دي هتبقى احسن. احسن وافضل كمان. لان الناس فاهم انه انتي فايروس. لا مش انتي فايروس بس. لازم يبقى عندك برنامج انتي فايروس وبرنامج ضد البرمجيات الخبيثه. طيب قبل ما نرجع بقى عن جزئيه البرمجيات زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج نرجع بقى للاستاذه ليلى وتخصصك في الشؤون الاسريه. حضرتك حكيتي موقف اهو من ضمن الاثنين اللي بيحبوا بعض وبيراقبوا بعض بسبب الواقعه اللي حصلت من خلال الفيسبوك او التويتر او ايا كان. النصيحه بتاعتك ايه او الزوجه تتعامل ازاي مع
بلاش نت خالص في البيت. معقوله؟ طب ده صعب يعني، صعب يعني ما تدخلش على الفيسبوك بتاعها ولا هو؟ ما تدخليش على حاجه. ما تدخليش على حاجه. انا مش من مؤيدي ان انا استخدم النت كتير طول ما في وقت اسري، طول ما في تجمع اسري وقت اسري. انا بعترض على الكلام ده على فكره، وانا قلته حتى قبل ما تيجي. طبعا هنسمع هنسمعك، بس خلي استاذه ليلى تكمل الفكره. احنا برضو مستغربين، انت اعترضت كده على طول طبعا عشان انت اول واحد مش هتقعد على الليف ولا هتقعد على اي حاجه. لا اصل ما ينفعش من غير تكنولوجيا يعني. انا طب ما كانت نفع زمان من غير تكنولوجيا. طب استاذه ليلى، طب هفكركم بموقف لذيذ. النور لما كان بيقطع ايام الجميله كنتوا بتتضايقوا صح؟ جدا. وبعد ما كنتوا بتتضايقوا كنتوا بتكتشفوا ايه بعد ما النور بيجي؟ ان احنا كنا بنتكلم وبنضحك وبنحكي مع بعض على ضوء الشموع. او النور اللي بينور، كان بيبقى في حاجه مختلفه. او لو في ولاد مثلا كل واحد كان بيبقى في الاوضه ماسك موبايله، بتلاقي فجاه الاولاد كلهم عشان خافوا جم قعدوا فين، قعدوا جنبك في حضنك وقعدتوا تتكلموا وقعدتي تحكي لهم حاجه وقعدوا يسالوا وقعدتي تجاوبي. فجاه اكتشفتي ان في تواصل ما بينك وما بينهم، وبقى جو من المرح اثناء ما النور كان مقطوع. كنا بنتضايق في حاله واحده بس، ايام الحر عشان التكييف. صح. ايوه بالظبط، دي ملهاش حل بقى، تقعدي بقى تهوي. ملهاش اي حل تاني غير المراوح الصغننه اللي بالبطاريه. أيوة برضو كنا بدانا نلاقي لها حل. فطول ما في وقت يعني في تواصل اسري في البيت، المفروض النت ده يتقفل تماما يعني. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه مفاجاه شخصيه يعني. انا بقول كده وانا من الناس اللي ممكن من كتر ما انا ببقى خلاص هم ناموا وقاعده لوحدي، يعني انا قاعده بدور على حاجه اعملها، قاعده بتكلم مع اصحابي، قاعده بعمل اي حاجه، انا من الناس اللي بتنام والموبايل بيقع على وشها. بس اكتشفت حاجه رهيبه خلتني برضو عملت سيرش ودورت، انه وجود الموبايل على طول معاكي او اللابتوب كان او الايباد ايا كان، اي حاجه فيها نت بتستخدميها كده بطريقه وسيله اتصال، بتاثر سلبا على الوظائف الحيويه اللي في جسمك. ده اكيد يعني بتبقي حتى لو مقفول، لو قفلتيه وحطيتيه جنبك. طب وتحطيه ليه مقفول؟ عشان اخر حاجه انت كنت قاعده بتشوفي. خدي بالك دي نقطه رهيبه قوي، احنا بنبقى سايبين ولادنا الصغيرين اللي هم جسمهم لسه بيتبني جنبهم موبايلاتهم. أيوة. يعني انا بدخل بالليل الم الموبايلات واقوم احطها بره علشان ما تبقاش معاهم في الاوضه. بفوجئ ان هم قاموا بالليل حسوا ان الموبايل مش موجود، راحوا جابوه من بره ورجعوا ناموا تاني والموبايل جنبه. فشوفي مدى الارتباط بالموبايل بقى قد ايه. فلما الموبايل بيأثر على الوظائف الحيويه بتاعه الجسم، بقاش مظبوط اداؤه، مش مظبوط، همدان، خملينه، مش عارفه ايه السبب، بالتالي العلاقه الزوجيه ما بين الزوجين. ودي فعلا مؤكده، اثبتت تاثير الاجهزه على الجسم حتى وهي مقفوله. طيب. ان في اشعه معينه بتطلع منها. المنبه ده المنبه ملوش دعوه بالموضوع، بس يعني المنبه القديم ابو جرس ده او القطه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني. مستشاره ليلى بتقول لحضرتك انا ضد الانترنت، واول حاجه قالتها دلوقتي بس انا عملت سيرش على الانترنت. بس يعني بس استاذه ليلى اكيد بص عايزه افهمك حاجه، انا ضد الفتره بتاعت الوقت الاسري مش طول الوقت. هي مش قصدي مش طول الوقت. يا فندم انا قلت لحضرتك التكنولوجيا محدش يعرف ينجح بدونها، ده حاجه، ده واقع احنا عايشين. طب سؤال، هي ليه ما بتروحش الشغل بتاعها راكبه حصان زي زمان؟ اهي لا تتعب تحط بنزين. احنا اللي بنتكلم زمان النور لما بيقطع ولا لا استاذه ليلى، لو في تجمع عيله فمش حلو ان كل واحد يبقى باصص في موبايل. فير يوسج، استعمال بشكل صح. أيوه. بالظبط، بطرق سليمه. طيب. في وقت صغير خلينا بالنصايح. طيب باشمهندس وليد، يعني الناس توصلك ازاي بقى؟ لان كده الوقت الفقره خلص. بص حضرتك، هو مبدئيا عايز استشارات. اي حد عنده اي مشكله في اي وقت يقدر يسيرش على الفيسبوك على صائد الهاكرز بالعربي او www.facebook.com/eghackershunter. لو عايز بقى يتواصل معايا ايميل، فيسبوك، انستغرام، اي حاجه يخش على hackershunter.com. طيب واحنا بننصحكم بقى مشاهدينا ان انتوا تدخلوا على صائد الهاكرز بيج على فيسبوك. لو في اي يعني يا ريت ما تفتحوش اي لينك غير لما ترجعوا له الاول علشان تاخدوا لا استشارة تكنولوجية. نشكركم شكرا جزيلا، الاستاذه ليلى الجهري مستشار نفسي واسري، والمهندس وليد حجاج خبير التكنولوجيا الاختراق والملقب بصائد الهاكرز. قبل ما نمشي انا وعدت الناس بحاجه. صح. اتفضل. وعدت الناس مبدئيا الواتساب يا جماعه بقى فري لايف تايم. يعني كان زمان الواتساب اول سنه بفلوس، كل سنه اول سنه ببلاش، كل سنه بقى تدفع دولار. شركه واتساب اللي هي تابعه للفيسبوك خليته لايف تايم من اول احنا ما كناش نعرف المعلومه دي. دي لسه النهارده حصل. دي حاجه جديده. الحاجه الاهم بقى في حجاب كده، نصايح انا حاططها لهم على الويب سايت، يخش يبصوا عليه في الخطوات ويعملوا ايه والبرامج ايه للتامين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا.